الودي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء ولذلك يغيب. هنا لدينا فرصة الهدف الأول. هذا ويأتي أول أهداف اللقاء. خذوا هذ وهذا ومر وبعد ذلك وكأنما هدف بلياردو من عبد الكريم تصطد في صدر اللاعب خالد محمودي ويسجل لدينا نادي السد أول أهداف اللقاء عن طريق نجمه عبد الكريم يفعل ذلك ويسجل. هاشم علي مرتدة سريعة لمصلعة الزع. الله مرور خطيرة. جول جول جول. لكن مرور غاية في الجمال غاية في الروعة وبعد ذلك يعني هذه يعني تباتا عاشر أهداف تباتا. جول يأتي لمصلعة الزعيم رودريجو تباتا. حلو. صور يا مصور. نعم موسم بلا هزيم كبير ويسجل لدينا رودريجو تباتا من علامة الجزاء هدف في تاريخ الفريقين. راضي شنيشل اللاعب العراقي. وهنا لدينا كرة الكرة التي تأتي الآن عن طريق علي أسد لثالث الأهداف. علي أسد علي الله يوسف عبد الرزاق. هذه الكرة هذا علي أسد. هنا الكرة التي وصلت بعد ذلك مرر الكرة إلى يوسف ويوسف من لمسة واحدة يضعها في الزاوية اليسرى يقف معها جاسم الهيل متفرجا لثالث أهدافي وأجمل أهداف اللقاء. ثلاثة زعيم لا شيء قطر. خلص هي رصاصة الرحمة.